نجوى فؤاد صاحبة تاريخ فني كبير، حياتها الشخصية كانت دائماً مثار للجدل ومحلاً للشائعات. اتردد إنه زيجاتها وصلت لعشرة. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل زيجات نجوى فؤاد. في أحد اللقاءات التلفزيونية نفت نجوى فؤاد إنها تزوجت 10 مرات، وحكت إنها لم تمتلك الوقت لخوض هذا العدد من التجارب، وأكدت إنها لم تتزوج إلا 6 مرات فقط، منها مرة واحدة زواج عرفي، لكنها تمنت إنه تمتلك وقت كبير في حياتها لتستمتع بالزيجات. زواجها الأول كان بالموسيقار أحمد فؤاد حسن، واعتبرته الشخص المثالي في أزواجها، خاصة إنه ساعدها وعلمها كل شيء في الفن، لكنها انفصلت عنه بعد إن جاب بنتها الوحيدة منه. زواجها الثاني كان بمدرب الرقص كمال نعيم، ولم يستمر طويلاً. عرض الزواج الثالث كان من أحمد رمزي، وشعرت بالانجذاب تجاهه وأتمت الزواج، ثم سافرت لأمريكا لارتباطها بحفلات، وطلبت منه تأجيل مراسم الزفاف لحتى تعود من السفر. اتفاجأت نجوى بعودته لزوجته الأولى، فطلبت الانفصال بعد 17 يوم فقط من الزواج. أما زواجها الرابع فكان باللبناني سامي زغبي، حيث كان يعمل مدير لأحد الفنادق اللي كانت نجوى تقدم فيها رقصة ثابتة كل يوم. بعد انفصالها عنه تزوجت أحد رجال الأعمال المصريين، وكان صاحب توكيل سيارات شهير، ورفضت الإعلان عن اسمه. أما زواجها الرابع فكان باللبناني سامي زغبي، حيث كان يعمل مدير لأحد الفنادق اللي كانت نجوى تقدم فيها رقصة ثابتة كل يوم. بعد انفصالها عنه تزوجت أحد رجال الأعمال المصريين، وكان صاحب توكيل سيارات شهير، ورفضت الإعلان عن اسمه. عاشت نجوى فؤاد قصة حب كبيرة مع زوجها الأخير، لكن حياتهم لم تستمر طويلاً بسبب انشغالها بأعمالها الفنية، وخلال هذا الوقت اتقربت صديقتها من زوجها، وتفاجأت بعد انفصالهم بخبر زواجهم. وكانت المفاجأة للجميع عندما حضرت نجوى حفل الزفاف وأدت رقصة مميزة. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.